ينظم حزب تقدم اشتراكية ندوة حول آفاق الطي النهائي لملف الصحراء المغربية بمناسبة تخليده لذكرى تأسيسه 80. وهذه الندوة من حسن الطالع أنها تنظم والمغرب يحتفي بالذكرى 48 للمسيرة الخضراء. واستمعنا في الموضوع بالأمس إلى خطاب هام لصاحب الجلالة أكد فيه بحكمة وهدوء وتبصر وإقدام على البعد التنموي، أي الاستمرار في ذلك البعد الذي يجعل من تمثيل الجبهة الداخلية من خلال إعطاء دفعة تنموية للأقاليم الجنوبية المسترجعة، لكن أيضا استفادة ساكنة هذه الأقاليم من ثمار التنمية، وكلها عناصر سبق وأن أكدنا عليها دائما في حزب تقدم الاشتراكية، لأنه في نفس الوقت المغرب حقق مكتسبات على المستوى الدبلوماسي من خلال سلسلة من الاعترافات إما بمغربية الصحراء أو بالحكم الذاتي بصفته حل وحيد في إطار السيادة المغربية، ولكن في نفس الوقت الملف يستمر 50 سنة تقريبا الآن بعد تنظيم المسيرة الخضراء، هذا الملف يستمر وهناك تعثرات ومؤامرات ومناورات من قبل خصوم وحدتنا وأعداء وحدتنا الترابية. لذلك نقول ونؤكد بأنه خير سلاح يتوفر عليه المغرب هو أن يواصل نهجه الإصلاحي وأن يواصل سعيه إلى تمتين هذه الجبهة الداخلية ديمقراطيا بتوسيع فضاء الحريات وفضاء الممارسة الديمقراطية، سياسيا بإعطاء قيمة أقوى لكل التعبيرات السياسية الموجودة في بلادنا، اقتصاديا بهذا الإقلاع الاقتصادي خاصة ذلك الذي تعيشه الأقاليم الجنوبية، اجتماعيا باستفادة الساكنة من ثمار النمو، وكذلك ذلك البعد واليد الممدودة التي أعلن عنها صاحب الجلالة في الانفتاح على القارة الإفريقية وعلى عدد من الدول خاصة منها بلدان الساحل من أجل أن تستفيد من هذه الطفرة ومن النافذة الأطلنطية التي يشكلها المغرب. هذه الندوة لمقاربة موضوع الصحراء المغربية والتطورات التي يعرفها هذا الملف سواء من ناحية السياسية أو من ناحية الدبلوماسية أو من ناحية القانونية، وأيضا نقوم بنوع من التحليل لخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 48 للمسيرة الخضراء، والذي يؤشر على مرحلة جديدة فيما يخص تدبير المملكة لهذا النزاع من جهة، وأيضا الانتقال من فقط المداخل التنموية التي يعبر عنها النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية كمدخل من مداخل حل هذا النزاع إلى الانتقال نحو جعل المنطقة منطقة إشعاع ليس فقط بالنسبة للتنمية المحلية، ولكن أيضا وأمام القنصليات العامة المفتتحة في الأقاليم الجنوبية منطقة جذب لعلاقات اقتصادية تنموية مع كل الدول المطلة على المحيط الأطلسي، بمعنى آخر أنه استثمار لهذه المنطقة كنقطة تماس اقتصادية وتنموية بين البعد الإفريقي وبين أوروبا وبين أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تهيئ لبنية تحتية قادرة على جعل منطقة الصحراء المغربية منطقة أو قناة نحو تصريفي مجموعة من امتيازات لدول الساحل نحو هذه الأبعاد المختلفة.